اتصال هاتفي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، تناولوا فيه طبعا الأوضاع الإقليمية والوضع في قطاع غزة والضفة الغربية وجهود مصر للدفع تجاه وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وإدخال المساعدات الإنسانية، ودي القضايا اللي مصر شغالة عليها ومهتمة بيها جدا، بالإضافة للجهود الدولية اللي بتسعى لعدم توسع دائرة الصراع في المنطقة وإحياء مسار السلام بهدف التوصل لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، أساسها منطلق طبعا من المرجعية الأساسية وهي حل الدولتين بحيث يتحقق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط. وده جزء الحقيقة، يعني دي القضايا أو دي مجمل النقاط اللي تحدث فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الحكومة اللبنانية، لكنها بتعكس أو بتعبر عن موقف مصر وسياسة مصر واستراتيجية مصر تجاه وضع الحياة أصبح صعب جدا سياسيا واقتصاديا وأمنيا حاصل على حدودنا الشرقية. وجزء كمان من اتصالات بتقوم بيها مصر بشكل متواصل وبشكل مستمر وعلى مدار الساعة، بل يعني في كل لحظة، للتوصل لثلاث حاجات دول: وقف إطلاق النار، دخول المساعدات، إمكانية فرض إطار سياسي معين أو إمكانية خلق إطار سياسي معين يفضي فيما بعد لسلام أو حل دولتين أو أي معادلة تحفظ للفلسطينيين أو تمثل لهم حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.